السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في نظام جديد من ريجيم 10 كيلو في 10 ايام. كيف ما شفتم العنوان ريجيم 10 كيلو في 10 ايام، ولكن حنا ما غاديش ناخذ واحد النمط نبقاو غاديين عليه هذه المده كامله. هذا الريجيم مقسم يعني ثلاثه ديال المراحل، كل 3 ايام غادي نبداو ناخذ واحد الاكل معين باش نقصو مزيان. كل ما نوعنا في الاكل، كل ما نوعنا في الطريقه، كل ما حرقنا اكثر. ما شافوش نظام 10 كيلو غادي نخليهم لكم في اخر الفيديو، وتقدو تبداو من اي نظام بغيتو، يعني اي 3 ايام بغيتو بداو منها ماشي مشكل. هاد النظام هو ريجيم غني باش نزلو الدهون ماشي العضلات او الماء، لان اغلبيه الناس كيديروا وكينزلوا العضلات، من بعد ما كيتوقفوا على الريجيم كيرجع الوزن ديالهم في مده قصيره، وماشي هو هذا الهدف ديالنا من الريجيم. وهاد جوج حوايج هما اللي مزيانين بزاف وهما اللي محتاجهم الجسم، يعني ما غاديش نحتاجو مكملات غذائيه، حيث هذا الريجيم فيه اكل صحي 100%، ما فيهش الخبز وما فيهش المعجنات والسكريات. يلا هندوزو نشوفو اليوم الاول من هذا النظام. هذا الريجيم مميز حيث ما فيهش كميه كبيره من الاملاح والصوديوم، يعني الجسم ما كيكونش فيه الصوديوم وكيخرج هذاك الزوائد ديال الماء اللي كيكون فيه. تجي الكميه اللي كتكون زايده في الجسم ديالك ديال الماء، ملي كتوزني كتلقاي راسك نقصتي بزاف. وهذا الريجيم غني بالبوتاسيوم اللي هما الخضر والفواكه. بالنسبه للوجبه الاولى كناخذوا قهوه او شاي خالي من السكر، وحتى العسل من الاحسن بلاش، زائد عندنا من حبه واحده حتى ثلاثه الحبات ديال الفواكه اي نوع كلشي مسموح، زائد جوج حبات ديال البيض يكونوا مسلوقين، حيت هذا النظام ما فيهش الدهون، والدهون كما كنعرفوا انها ضروريه للجسم حيت كتنشط الهرمونات ديال الجسم، زائد ان الفواكه يتكالوا ماشي داروا عصير. وبالنسبه اللي كيطبق نظام الصيام المتقطع يقدر يديرو، راه مزيان كيساعد بزاف في حرق الدهون اللي كتكون في الجسم. اللي ما قدش عليه بلاش، يعني ماشي مشكل، حتى من بعد يعني نظام اخر ويديرو. هذا الريجيم مده ديالو 3 ايام، يعني نفس الفطور غادي يكون عندنا قهوه او لا شاي زائد بروتين يعني البيض زائد الفواكه، كما قلت لكم عندنا ثلاثه الحبات اي نوع. دابا ندوزو الوجبه ديال الغداء. هنايا خديت يعني سلطه، تقدو ديرو فيها اي نوع بغيتو، مطيشه، الفجل، الجرجير، اي حاجه متوفره عندكم ديروها، زائد خضر تكون مسلوقه، زائد فواكه. هنايا انا خديت الاناناس والخضره مسلوقه، وضروري نزيدو جوج معالق ديال زيت الزيتون حتى لثلاثه باش ما يوقعوش لينا خلل في الهرمونات. بالنسبه للناس اللي كيحسبوا السعرات الحراريه، كل واحد ملعقه فيها تقريبا 50 سعره حراريه ديال بالنسبه لزيت الزيتون. اللي ما كيعرفش يحسب ديروا يعني كما قلت لكم من ملعقه حتى لثلاثه، يعني هذا الشيء اللي غادي تحتاجوا في وجبه ديال الغداء. وهذا النظام مطبق على ثلاثه ايام، يعني تقدو اليوم الثاني تزيدو بيض او لا صدر ديال الدجاج او لا طون او 100 غرام ديال الجبن خالي الدسم. بالنسبه للناس اللي خداو البيض في الفطور ما يعاودوش ياخذوه في الغداء، زائد ثلاثه الحبات ديال الفواكه، خذوا الكميه
اللي غادي تقدو عليها. مثلا تاخدو دلاح او لا تفاح، خدو ثلاثة. ضروري الفواكه حيت هذا النظام غني بالفواكه والخضر، ضروري كما كنقول لكم كنعاود تكثروا من الفواكه والخضر. بالنسبه للسلطه هي حاجه اللي هي ضروريه حيت فيها بزاف ديال البروتينات، حيت هذا النظام حنا ما ناخدوش فيه ما كناخدوش فيه السكريات، ما كناخدوش فيه يعني المعجنات، ما كناخدوش الخبز، يعني فيه شي حوايج يعني ناقصين، ولكن كما قلت لكم يعني مليان ماشي مشكل. وما غاديش ناخذ المكملات، يعني ضروري بلاصه دوك المكملات الغذائيه نزيدو من الفواكه من الخضر، يعني الكميه اللي بغيتو مسموحه، ماشي عندكم واحد العدد محدد يعني تاخذوا شويه من الخضره يعني 100 غرام 200 غرام، لا الكميه مسموحه، خذوا اللي بغيتو. هذا بالنسبه للغدا. ندوزو دابا لوجبة العشاء. الوجبة الأخيرة هي وجبة العشاء، كناخدو فيها فواكه أي نوع زائد كاس ديال الحليب خالي الدسم أو ياغورت طبيعي. أنا هنايا خديت جوج حيت الواحد فيه 45 كالوري، أو بياض البيض، جوج بياض البيض، ولكن الا كليتو البيض في الصباح من الاحسن ما تاكلوش في الليل، او 100 غرام ديال الجبن خالي الدسم. هادشي زائد الفواكه، ضروري من 3 الحبات ديال الفواكه كيف ما قلت لكم، يعني اي نوع ماشي مشكل. زائد شرب الماء، ضروري تكثروا من شرب الماء، لتر حتى 2 لتر في اليوم. النظام مدة ديالو 3 أيام، يعني نفس الفطور نفس الغداء نفس العشاء، كتبدلو غير في النوع ديال الأكل. الفواكه كيبقاو هما الكيمياء ديالهم كتبقى هي يعني نفسها 3 3 3، وتقدو حتى أكثر ماشي مشكل. غير في الغداء كتاخدو مثلا يا إما صدر دجاج، يا إما بيض، يا إما طون، يا إما خضر، على حساب نتوما. وبقاو تنوعوا باش ما تملوش من الاكل. في العشاء ناخذوا ياغورت طبيعي، مره تاخذوا الحليب، مره تاخذوا بياض البيض، مره تاخذوا جبن، نوعوا باش حتى الجسم يبقاش معود على واحد الاكل، وباش يعطي الحرق مزيان، باش تعليو المعدل ديال الحرق في الجسم. وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى يكون الرجيم عجبكم وتلقاو عليه نتيجه ان شاء الله. السلام عليكم، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس.
اخر وجبه اللي هي وجبه العشاء عندنا فيها ياغورت طبيعي او كاس ديال الحليب. بالنسبه لي انا هنا خديت جوج حيت كل واحد فيه 45 كالوري، يعني ماشي بزاف. خديت جوج، تقدروا تاخذوا حتى لثلاثه، زائد فواكه. اي نوع ديال الفواكه خدوا ثلاثة الحبات، يعني في اي نوع خدوا ثلاثة الحبات، زائد شرب الماء. ضروري شرب الماء من لتر حتى لجوج لتر في اليوم، ضروري كنأكد على شرب الماء. تقدروا تزيدوا يعني تستبدلوا الياغورت بياض البيض او كاس ديال الحليب كيف ما قلت لكم، حيت هذا النظام مدة ديالو 3 ايام. يعني كل نهار خدوا حاجة، مثلا ما خديتوا الياغورت الطبيعي غدا خدوا كاس ديال الحليب، بعدو خدوا بياض البيض او لا الياغورت، يعني ماشي مشكل. كل نهار خدوا حاجة باش ما تملوش من نفس الاكل. الناس اللي ما خداوش الدهون في اي وجبة، تقدوا تاخدوا ملعقة ديال الزيت تشربوها على الريق، حيت هذا النظام ما فيهش الدهون كيف ما قلت لكم، وخاص ما يوقعوش لينا خلل في الهرمونات ديال الجسم، يعني ضروري من الدهنيات باش نقصوا دهنيات الجسم. وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا مزيان. اللي عندها اي تساؤل اكتبوا لي في كومونتير، وغادي نخلي لكم النظام مكتوب في صندوق الوصف. بالنسبه اللي ما شافش الفيديوهات الاولين راه غادي نخليهم لكم في الاخر ديال الفيديو. السلام عليكم، الى فيديو جديد ان شاء الله.